جان، لماذا خلال الشهرين الماضيين كان الرئيس أكثر صرامة مع روسيا مما كان مع الصين؟ أنا لا أتفق مع هذا السؤال. عندما هجمت روسيا على أوكرانيا قال رئيس بايدن في خلال يومين لا تفعل ذلك، والآن الصين تتحرش بتايوان ولم نسمع نفس اللهجة. أختلف معك، لقد أرسلنا هذه الرسائل منذ أسبوع أو لأسبوع، تحدثنا عن معلومات نزعت سريتها بشأن الخطط الصينية، وكما نتصرف نحن شفافون ونسمي الأمور بأسمائها. اليوم تحدثنا عما سنفعله للحفاظ على محيط هادي حر ومفتوح. أنا أعلم أنك قلت ليس هناك من مكالمة في الرزنامة مع نظيره الصيني. ليس لديه وقت حر، هو يعمل خلال فترة مرضه بصراحة يا بيتر، وهذا مهين، ما تقوله مهين. نحن ما نقوله هو أنت تقول أن لديه الكثير من وقت الفراغ، وهذا غير صحيح. ليس لدي شيء في برنامج الرئيس يستدعي أن أتحدث عنه. لو كان هناك شيء يتطلب ردا ويكون له تأثير فهو مستعد للقيام بذلك. تحدث مع شي 5 مرات، ولا يخشى أن يلتقط سماعة التليفون وأن يتحدث مع الرئيس شي. إذا كانت المكالمة هي الإجابة الصحيحة فالرئيس بايدن سيفعلها. لا، أنا قلتها من قبل، ولكن أعتقد أن السؤال يتطلب مني أن أقول أن خطوط الاتصال مع بكين لا تزال مفتوحة ونحن لا نزال نستخدمها، وسترى هذا في الأيام القادمة. هذا مهم، هذا أحد الأسباب لماذا الرئيس بايدن قام بإجراء المكالمة التليفونية، للتأكد أن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة، وهي مفتوحة. مشاهدينا، إذا نكتفي. Speak directly with President Putin to negotiate her release and the release of Paul Whelan. When I say personally involved, I mean he's in constant touch with all the members of his team that are working on Brittany's case, and it's not just Secretary of State Blinken, Jake Sullivan, the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs, the Deputy Homeland Security Advisor Josh Gelter. I mean, there's a lot of people involved in here, and him, he's driving a process of continual updates that he can get from his team.